مرحبا. وبيك اختي؟ لاباس خويا؟ الحمد لله. شنو الخدمة؟ والله نخدم خدام عادي، ساعات تجارة ساعات مهمة، كل مرة كيفاش. قلت لي حتى خدام حزين. خدام حزين؟ شو معنى؟ ها؟ شو معنى خدام حزين؟ خدام حزين ساعات نخدم، أنا قلت لك نخدم تجارة ساعات نخدم مهمة، كنا نقسمو. اليوم أنا شنو تخدم مثلا؟ والله اليوم أنا قاعد، شنو نكذب على أختي؟ تخرج تسقى تتلوج أنت و أنا والزهر، كان ربي ساهل أنا بربي يعني نخدم أنا شنو مثلا تنجم تخدم حمال؟ شنو تنجم تخدم؟ نخدم كل شيء أنا. شنو خدمت؟ أعطيني سمي لي حاجات. نخدم أنا حتى صنعتي ميكانيك، نعم ميكانيك جينيرال، ساعات نخدم ساعات نمشي للجزائر، يعني تا واحد تنوش باقي على الله وكا. قراها فهمها بالبيان الميكانيك؟ الحمد لله. تفهم تصلح الكراهب معناها؟ أنا تصلح كراهب. صنعتك تسمى ثروة. علاش ما تقول لي كل نهار وكيفاش؟ علاش؟ حظنا ما قلناش حظنا. بلاد هذه عندك الاكتاف توصل ما عندكش ما توصلش. حرت في جراج وتحل وتخدم؟ انا عملت مطلب يعني قرض على البي تي اس ما حبوش يعطوني، ديجاني تو عامل مطلب على الولايه، فهمتني؟ ونداء بالله السيد الرئيس قبل كل شيء خليه يقف معنا نحن الشباب، نحن عندنا شهايد، فهمتي اختي الغاليه؟ قعدنا ضايعين. عملت قرض بزوز ملايين يعني مش ممتون برشا. عام قداش؟ اه مازال. بس بعد تو 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 فما حاجه تو نكلموك. ها اختي غاليه. فهمتيني؟ انت محرز. ايه قدمت على قرض ما خديته ولا ما خديتوش؟ ما خديتوش مازال انا تو ماشي الولايه. القرض على اساس زوز ملايين من شكونش تاخذ؟ باش نخدم تجاره. ما شكونش تاخذ على اساس؟ من الولايه. من الولايه يعطوا هما؟ هما بالنسبه يعطوا. انا حاجتي لا ب 10 لا ب 20. باش انت تحكي على قرض بزوز ملايين، قرض ملايين ما عنده يعمل لك. في الوقت اللي انت عندك صنعه، صنعه وباهيه. يا اخي حرت، لا سامحني حرت انك سامحني ما نسيتش خلاص. حرت انك تنجم تعمل جراج صغير وتصلح مش بالضروره كراهب تصلح بسكليتات. بلاش تستقال وباكراه اي نفترض ما جاكش كراهب تصلح حتى بسكليتات. ما تنجمش تستقال في فين دارك فين تسكن؟ انا في دارنا مع في دار بابا معايا اخواتي البنات. عندك حتى بلاصه؟ ما عنديش حتى بلاصه باش نخدم فيها باش نكذب على اختي. وعندي خويا مجدود نقسم لك بالله توا عنده عامين وقوف بالله نداء السيد الرئيس وقوف على شنو؟ على الشيكات فهمتيني وعنده شيت خلاص ساعات نوصل نمشي له ساعات نوصل ما نمشيش. قديش تحكم سامح؟ مازال ما تحكمش عامين في الوقوف اختي الغاليه واشترى الشيكات وخالصه ومريض. فما قانون جديد فما قانون جديد ما سمش ملوش ما صدرش مازال ما انا بالله نداء السيد الرئيس قيس سعيد راني مواطن بسيط معناتها خليه يقف معاه من الشيكات خليه يخرج واسمو علي الويتي راهو مريض ومازال ما تحكمش. مازال ما تحكمش فهمتيني بالله نداء السيد الرئيس. قداش سايب فلوس؟ ممكن مبطون كل 15 مليون عنده فهم شيء خلاص ما عندوش فلوس برشا معناتها مرته لوحات ولده لوحه. ومرته قتل خطوه؟ ايه ما طلقت وجمع لوحات وعند عامين لا قفه لا بلوى. عامين كاملين. ولده نكلم فيه قال لك تهز التليفون قول لي بوك توفى. حق النبي محمد. عليه انسان مجلود مريض. جلد في الحبسه؟ هاي من يدي بالله السيد الرئيس خلي خويا الموضوع اللي عندهم شيكات خلي تشوفوا قانون ظالم؟ ما نعرفش قانون ظالم واش ظالم لكن هذا فما طلبات هي طلبات لتغيير القانون هذايا وحسب علمي فما ما يقارب عدد كبير استفادوا منه على ذاك اسالتك اسكو خوك استفاد وخرج ولا علاش ما تقدمش انت ولا مطلب وخدمته مازال ما فما شيء فهمتيني اختي وان شاء الله ربي يجري على السلاح. في العامين شكون يزور فيه؟ والله انا الوحيد نمشي عندي اختي كبيره ومريضه واختي الاخرى زاده مريضه هجاله فهمتيني ما حاجتي بحد شيء انا جيت توخر جاي روح برك. تجلات كيفاش فين تجلات؟ مانيش عارف قالوا جات وجلطه في الحبس. اختي اش قالك؟ عندنا ولد جيراننا يخدم غاديك ساعات نوجد نمشي ساعات نوجد ما نمشيش ما نكذبش عليك راني من العيد الصغير ما قابلتوش. ما قال القفة قال ماشي 200,000. كان عامل تجارة هو؟ كان عامل تجارة كان لاباس الفلوس الكل عند مرته والدنيا عند مرته لوحات. تأكد؟ لوحات واختي الغالي. ولده قداش عمره؟ ولده قداش عمره؟ ولده قريب 22 سنة ولا 23 سنة. غلطة نتاع ولده راه. حتى نفترضوا مرته حتى مرته كذا ولده المفروض يجري على أبوه ويخدم باش يهز القفة لأبوه ويسعى يكلف له محامي باش يخرج. نتاع توا قوية القوة ربي قوية ياسر. الكبير يحشم ويقدر والصغير ما يحشمش وما يقدرش. ما نصحتوش قبل ما تتعاملش بالقروضات؟ ما عنديش فكرة. بليتو بالشيكات؟ ما عنديش عليه فكرة لكن أنا حكيت لك اللي بدي تعمل. أنت اليوم ما تتعاملش مع الشيكات؟ نخدم خدام معانا كنوس نجيب عشادارنا تسمى فضيطة. باش نكذب على أختي؟ كنوس نجيب عشادارنا تسمى فضيطة والحمد لله اللي واحد ما عندوش فساد والله ورضاية والديه
اما هي صعبه علينا باش المعيشه صعبه ياس زويني مع تشخال وليت ما نكذبش عليك نحب نجم البلاد جمنا ما عادش نحب نقعد انا ثلاثة وأربعين سنه اختي الغاليه ما لقيت شيء في البلاد هذه حصلت شيء ما خلطتش حتى باش تزوج ما خلطتش نكذب على اختي الغاليه باش نكذب عليك نقول لك خلطت لا ما خلطتش تخدم على العائلة أنت الوحيدة تخدم على عندي أختي الكبيرة معايا رجلها رجل كبير وعندي أختي الأخرى هجالة معايا ولادها يقراوا نجي نلوح أخواتي ما نجمش ما نكذبش عليك غيرك أنت لوح أختي البنات بالدنيا ذوك معينا غيرك أنت لوح وما يهموش ها غيرك أنت لوح وما يهموش إيش نعمل لك إن شاء الله أخواتك الآخرين يمشيوا يزوروا خوك ما كبار أختي الكبيرة مريضة وأختي الأخرى ما تمشيش بساقيها معناتها عندها كل هشاشة العظام ديني وانا ما نكذبش عليك مقصر معاه ما مشيتلوش عندي مديد اختي قديش عندك من عيد الكبير برشا ما نصارح اختي ان شاء الله يسامحني خاطر انا ما وجدتش باش نمشي يدي فارغ نمد وجهي واذوح واني نجي مع المحامي كان وجدت راني بعرف تومانت ما وجدتش الا غير اما ان شاء الله البلاد هذه عرفت له محامي عملت له محامي راني مازلنا نستنى شنو تطلب اليوم انت من المسؤولين هذا؟ سيادة رئيس الدولة قايس سعيد يقف في موضوع الشيكات اسمه علي الواتي ومجلوت ومريض ايش عمره بالله؟ طبي خليه يقف معاه قديش عمره؟ مواليد 69 وكيف 53 سنة ولا 54 سنة وان شاء الله ينقذونا نحن كشباب عندنا صنعة في دينا ان شاء الله ينقذونا وكاو تحس الدنيا ظلمت شوية عليك ضيقت عليك من شيرة اخواتك اللي في كفالتك في شيرة اخوك في الحبس من شيرة ظروفك انت المادية الصعيبة كانوا معايا اخواتي الزوز توفوا الاكبر من كانوا هما معاونين كانوا معاونين فهمتيني اش نكذب على اختي الغالية فما لا غالب بلادنا ذيك هي عايشين اليوم انتم الفامي الولاد مازال متحمل مسؤوليه اخته حتى كان ولو معرسه وحتى كان حتى ولو ما عندها صغار. رجالة نلوحها واختي الاخرى رجالها رجل كبير طايح زي ما طاش. ما نكذبش عليك ما نلوحهمش. مهما كانت سيف. ورد بلاصه تسكنوا. في دارنا دار باب. دار بوك. دار باب. خاطر ظروفهم صعيبه خير. خلك دويره عايشين فيها باللي كتب الله. اما كي ضغط البلاد هذه ما عادش. زوالي ما عادش لاقي ما هيك. والله تصدقيني يعني معناتها راني المونتون اللي حكيت لي حطيت ما تسميش اعتبرها كان واحد شي لعب وانت تاع سيجار في البلاد هذه راني ماشي جاي ماشي جاي على قداش عندك ماشي جاي عندي تو الجمعه اللي فاتت جيت وهاني تو باش نعاود قالوا لك بلي عاود رجع لنا الجمعه الجاي رجع لنا الجمعه الجاي ما حاولتش تمشي للمعتمدية نتاعكم لجهتكم المعتمدية صبيت وقال لك تصب في الولاية هاني صبيت مطلب في الولاية وقعدت استنى ديما استنى المواطن المسكين يا ماشي جاي ماشي جاي ما عندكش حل اخر لاخر ما فماش هكا ان شاء الله ربي يخرجنا منها سالمين البلاد هذه خاطر تعبنا فيها برشا صعبت برشا تعبت ياسر اختي الغاليه تعبت لك صحت زاد ليس سامحني انت تو كي القرض هذاك نتاع الزملاين باش تمشي به امور كما جات نمشي نخدم تجاره نجيب شويه سلعه من الجزائر نعمل نسبه تاع خذها تعاوني نقف على ساقيه بشوي بشوي لا متى واحد شي يقعد هكا انا نحشم باش نجي لاختي هات يعطيني دينار ولا 500 ولا 2000 باش نمشي نشرب قهوه. ما لوش خدمه في النهار؟ والله لوش واني نتنوش والباقي على الله. صعيبه اللي مقاولين يخدمك يستغلك اختي كنت نخدم سوجي قهوه ناخذ 450,000 12 ساعه. انت خرجت؟ انا في مليون ويش. انت خرجت؟ خرجت اختي الغالي. علاش ما صبرتش مسكيتش؟ علاش ما صبرتش لطون انك تتحسن وضعيتك؟ علاش ما قبلتش انك تدخل 450 خير من بلاش؟ غالي لا كامل لا سي ان اس اس لا حتى شيء. الحاجة الوحيدة اللي كونه ربحتها من البلاد هذيا هاو باش نبدا بدي تاعي انا راني نحكي كونه خذيت الكوني معالجة هذايا خاطرني انا مريض عندي باش فهمتيني هذه الحاجة الوحيدة تجيك شهرية؟ لا ما عنديش حق حتى في اللي عانى باش نعاون اخواتي ما عنديش فيها الحق هذا خاطرني عازم ما عندوش معاك خاطرني عازم وقتاش صعيت عليها وقداش باش خذيت؟ شنو؟ هذه بطاقة علاج تعريفة منخفضة سيدي البشيرة سيدي مانو بيه خذيتها سنة ديجا خذيتها سنة هذه هي الحاجة الوحيدة توسط لك شكون باش حتى من الدولة التونسية توسط لك شكون باش ما توسط لي حتى حد فهمتيني مشيت للمرجدة يا محمد ديك والديها عاد شافت الدنيا كله تعرف مرضي واحد قامت معك بالواجب الواجب والديها تحب الواقع يا محمد ديك اما ان شاء الله سي قايس سعيد تذكرنا نحن كشباب